أنا متشوق كثيرا لآخر سباقين في بطولة العالم. كان موسما طويلا وصعبا مع نتائج جيدة وأخرى متواضعة، لكن بالنسبة لي ولفريق ماكلارين كان هذا الموسم جيد جدا. المنافسة ما زالت محتدمة بين فريق فيراري، وهذا ما يجعل الصراع مثير ويدفعنا لإعطاء أفضل ما لدينا. لقد كان عاما رائعا، حظيت بعدة منصات تتويج وانطلقت من المركز الأول لأول مرة في الفورمولا 1. العديد من الأشياء الإيجابية حصلت، ولكن طبعا يبقى الأهم هو آخر سباقين لهذا الموسم، وأتمنى أن أحقق نتيجة جيدة وأنهي الموسم بأفضل طريقة قبل دخول الموسم الجديد. ما حققته حتى الآن شيء رائع، خاصة وأنني دخلت عالم الفورمولا 1 منذ سنتين فقط. طبعا كنت أتمنى تحقيق بعض الأشياء بشكل أفضل، لكن المؤكد أن الصراع محتدم هذا الموسم. سائق فيراري شارل لوكلير خلفي بنقطة واحدة في المركز السادس، وكارلوس ساينز يبتعد عني بفارق 7.5 نقاط. أطمح لإنهاء الموسم بالمركز الخامس، وهذا سيجعلني سعيدا جدا. لست متفاجئا بما حققته هذا الموسم، بل إنني سعيد جدا. طبعا هناك بعض السباقات حيث لم أكن فخورا بنفسي، مثل تصفية حلبة سبا في بلجيكا. كان يجب أن أكون في المركز الأول، لكن انتهى بالأمر بتحطم السيارة. وفي سباق البرازيل لم أقدم الأداء المرجو، وطبعا الجميع يعلم أن سباق روسيا لم يكن سباقا جيدا بالنسبة لي على الإطلاق، وشعرت بخيبة أمل في نهايته. لكن في السباقات المتبقية تحسنت كثيرا وتطورت مقارنة بالموسم الماضي، لذا في الإجمال أنا سعيد وراض عما قدمته هذا الموسم. That's not going to happen. Getting in on the axis, the McLaren of Lando Norris. Gasly first into the chicane ahead of Norris. I think it was a very good drive. Yes. أعتقد أن سباق مونزا كان رائعا بالنسبة لي، رغم أن الحظ لم يحالفني للفوز به، وزميلي في ماكلارين دانيال ريكياردو هو من توج به. لكنني سعيد جدا بأدائي، حتى أن سائق مرسيدس لويس هاملتون لم يستطع أن يتجاوزني خلال السباق بأكمله. وأعتقد أيضا أن السباق الأفضل بالنسبة لي من ناحية الأداء والقيادة كان سباق سوتشي في روسيا، رغم أنني حللت بالمركز السابع. لكن السباق الجيد لا يعني بالضرورة نتائج ممتازة. لقد تعودت على الضغط والأمال المعلقة علي منذ موسمي الأول في الفورمولا 1 عام 2019. هذا شيء طبيعي. هناك الكثير من الأمال والتساؤلات حول ما إذا كنت سائقا جيدا ومجتهدا، ومع الوقت تعلمت كيفية التعامل مع كل ذلك. من الجميل أن تسمع كل هذه الأشياء الإيجابية من المشجعين وأنني مستقبل الفورمولا 1، ولكن هذا لا يقلل من الضغوطات. الناس تعتقد أنني سأكون نجم هذه الرياضة أو منافس على بطولة العالم في المواسم المقبلة، وهذا يسعدني كثيرا ويملأ قلبي بالسعادة، ولكن هذا لا يغير أسلوبي في المنافسة.